السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت باش نهضر لكم على بعض الكريمات اللي جربتهم بصراحه وليت ما نقدرش نستغنى عليهم، اللي هما من اوريفلام. نتمنى تابعوا الفيديو حتى الاخر باش نتعرفوا على هذه الكريمات، وشكرا. بالنسبه للكريمات هما هادو، انا غادي نقولهم ومن بعد غادي نشرح كيفاش كيتستعملوا. هادو الكريمات ديال رجلين اللي كيعاني من تشققات ديال القدام، هذا الكريم ديال اليدين، وهذه ايكرون شمس وفون دو تا. هادو انواع الروائح اللي كنستعمل، وباقي انواع الاخرين نقول لكم. هذا الماسك ديال الفحم زوين لي بوان نوار، والصابونيه وما ادراك صابونيه ديال مان ديال الرجال، ولكن الاغلبيه ديال العيالات كيستعملوها. وعندي هنا هاد لاكر هو زوين، عندهم العكوره زوينين. وكاين هذا ديال العينين، ما كنصحكمش تاخذوه حيت بحال الصباغه اللي كديري كيطلي كلشي. عندي هذا القلم ديال العينين حتى هو ديال تيوان زوين، هذا بالزرق، نتوما خذوه بالكحل على حساب كل واحد شنو كيعجبو. وما كيبانش اصلا هذا واش زرق فاش كديريه في العين. عندي ديال الحجبان ديال هيرستو ديال جورداني، وفيه ديك الشيته من الفوق باش كتقديهم، زوين بصراحه حتى هذا. واخيرا الحكاكه ديال الرجلين اللي كتمشى مع الكريمات. ندوزو للطريقه. بالنسبه للكريم ديال تشقق الاقدام او ديال تشقق الرجلين، هما هادو. في الاول كناخذو هذا في تيوب ادفانسد، كندهنوا به رجلينا ونلبسوا عليهم التقاشر ونتحركوا بهم في الدار. الا كنا في الدار كنشقاو ونتحركوا به مزيان تيعرقوا لنا، ولا الخدمه راه ماشي غير العيالات، راه حتى الرجال. تلبسوهم مع تقاشراتكم وتمشيو تتقضوا غراضاتكم على ما يعرقوا الرجلين مزيان. من بعد فاش كترجعوا فاش كتحسوا انه عرقوا مزيان، كتاخدي هذه الحكاكه كتحكي بها هنايا انت باش كترتاحي. من بعد كتغسلوا رجليكم، كتاخذوا وترتاحوا واحد شويه الا بغيتوا. لما توش كتاخذوا هذا كتماسيو بهم الرجلين مزيان حتى كتماسي. هذا الكريم ديال فيتوب كونفورت ديال زيت الزيتون مزيان حتى كتماسيوهم وتشلي رجلاتك. فاش بغيتي تنعسي بالليل غتعاودي هذا ديال الكوكو، حتى هو كيخلي الرجلين رطبين بزاف فوق ما تصور. هذا بالخصوص ديال الرجلين بصراحه كيعطيو نتيجه زوينه ومجربه، ماشي غير انا، بزاف العيالات كنت كنجيبهم لهم وبزاف الناس جربوهم، داكشي باش زعنت عليهم. من بعد ندوزو للكريم ديال اليدين، هاد ستوف كراس زوين بصراحه وفيه جوج انواع. هاد النوع كيصلح للترطيب ديال اليدين وكيصلح حتى للضفران. انا كان عندي مشكل في ضفاري، دوك الجلدات اللي كينوضوا هنا بزاف كانوا كيقنطوني، ولكن هذا كيعالج داك المشكل، حتى هو مطلوب بزاف ومعروف بزاف في اوريفلام. هذا غوز بارد، وكاين الشكل الثاني لومبالاج ديالو موف، وهاد النقيطه اللي فيه بالموف، ولكن كنصحكم البنات هذا بصراحه ما يخطاكمش لا هو لا هذا ديال الرجلين. ها نتوما شوفوا يدي، كانوا صباعي كلهم من هنا عامرين داك دوك الجليدات، كانوا كيقنطوني، ولكن هذا هو الحل. دابا بالنسبه للفون دو تا، الفون دو تا هذا اوبتيمال فير، هو فيه الدرجات كل وحده على حساب الشكل ديال الوجه اللون ديال البشره ديالها. هذا كيصفي الوجه بحال كتي تقريبا كيوحد الوجه، وهذا مجرب بزاف الناس. هذا سي سي كريم وفيه اس بي اف 20، حتى هو زوين بزاف اللي خداه وجربو وبدا كيصفي. انا اللي كنصح انه اللي كتعاني من الكلف ولا داك التصبغات بصراحه تاخذ لاغام ديال اوبتيمالز القهويه، ماشي الزرقاء، القهويه بصراحه كتعطي نتيجه زوينه وخطيره مع المده كتصفي. هادو. وبالنسبه عاوتاني لهاد الصابونيه، هادي انا عندي هي باش كنغسل وجهي، كنديرها في وجهي كنبقى واحد جوج دقائق حتى ثلاثه على ما نحس بها نشفات، كنغسل وجهي. من بعد كندوز غير يدي كتنوض بحال اللي كتنوض شي قشيره
خفيفه بيضاء كتشل كتصفي الوجه حتى هي زوينه فها كلشي عارفها. بالنسبه لهذا القناع وهذا الماسك ديال الفحم حتى هو زوين كديروه مره في السيمانه بصراحه كيحيد لي بوان نوار وكيصفي الوجه كيدير من 20 دقيقه حتى 30 حتى هو زوين ولكن فاش كتحسي في الاول كدير كتحسي بواحد البروده بزاف بحال شكل الحساسيه وهي ماشي حساسيه كيعطي نتيجه زوينه. هذا زوين للروائح. بالنسبه للروائح انا كنستعمل بزاف هاد إكلامون بارفان زوينه يا البنات. هادي انا كناخذها في الصولد حيت الثمن ديالها طالع كناخذها في الصولد هي هادي وعندي هادي رساله حتى هي خديتها في الصولد باقي لي شويه هاد جيورداني جولدن وعندي هاد عامبر اكسلير هادي جديده عاد خرجات هي بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الروائح خفاف هي هذه اما هذه ريحتها قاصحه جورداني راه معروفه تقريبا هذه خفيفه ماشي بحال ديك القهويه. كاين بوسيس فيهم جوج انواع كاين بوسيس اللي فيها الحنش وبوسيس العاديه اللي فيها الحنش لومبالاج الكرتونه ديالها كتكون بالموف والاخرى كتكون بالروز بارد وريحتهم زوينه. عندك انا اللي جربت شخصيا وعرفتهم ما كيتحيدوش من الحوايج كاينه هاد اكلا مون بارفان وكاينه جورداني جولدن وبوسيس اللي فيها الحنش داير هادو وهما طوب في اوريفلام وثمنهم زايد. انا صراحه راه كناخذهم غير في السوق لانني مسجله معاهم وفاش كيساليو ليا كنجيبهم بثمن الشركه ماشي بحال انك مسجل بحال انك تشري من الكتالوج. هادو المنتوجات اللي انا جربت شخصيا وصدقوا مزيانين ودائما راهم عندي في الدار. نتمنى نكون فدتكم غير بشويه وشكرا.